طبعا الآن نحن متجهين إلى عين زرقاء اليمامة وبلدة البليدة. طبعا هذا تشوفونه شعيب البليدة المشهور بين الضرماء والمزحمية في منطقة نجد. طبعا المكان هذا يسمونه تلعة الذيب لكثرة الذئاب في السابق. طبعا الآن انقرضت ما عاد فيه شيء، ولكن تسمى تلعة الذيب، وهذا شعيب البليدة المشهور، كان في القديم مليء في أشجار الطلح وغيره، ما بقى إلا هالطلحة هذه بس فقط. الآن متجهين إلى قرية البليدة التاريخية وأرض وبلدة عين زرقاء اليمامة المعروفة. طبعا هذه أثار قرية عين زرقاء اليمامة التاريخية، اكتشفوها رجال الأثار، طبعا حفروها والآن بدأت تندفن كما دفنت في السابق من العواصف الرملية. طبعا هذه أول ما حفروها حفر طويلة ارتفاع الغرف العادية، يعني ارتفاع 5 متر. طبعا هذه الأثار ظهرت روايات كثيرة أين مكانها الحقيقي عين زرقاء اليمامة. البعض قال أنها في الخارج، والبعض قال أنها في العينة، ولكن الأقرب والأصح هي وجودها في هذه المنطقة بين الضرماء والمزحمية عند جو. طبعا هذا الجدار قديم، هذه غرف زين مثل ما أنتم شايفين هنا، هذا الجدار بقي من رصف الحجارة هذا الشكل. طبعا هذا تحفير رجال الأثار، طلعوا منها نقود هلالية معدنية، هذا اللي بقى منها. طبعا هي المدينة أكبر من كذا، لكن أكثرها مدفون تحت الأرض. اللي تشوفونه هذا اللي طالع، هذا سور أعلى البناية، أعلى شيء هذا، هذا هو السور اللي أعلى شيء. طبعا دفنتها الرمال كما ترون هنا، هذه كلها هذه الآن مدفونة أيضا، وهذه غرفة مدفونة، وهذه غرفة مدفونة. طبعا أتوا رجال الأثار ووضعوا شبك كما تلاحظون بقاياه، من أجل لا تقع فيها السيارات، من أجل لا يقع فيه المارة والإبل، ولكنها الآن بدأت تدفن. ولو وضعوها آثار ووضع شبك وسياج عن هذه لكي تقاوم وتصد العواصف الرملية لكان أفضل وأجمل. طبعا هذا الجبل أعلى جبل، يقال أنها كانت عين زرقاء اليمامة تصعد إليه لترى وتشاهد الجيوش القادمة. طبعا هذا أعلى جبل في هذه المنطقة كما تشاهدون، هناك فيه جبال صغيرة. كانت هذا المكان في السابق مليء في الأشجار كما في الرواية، مليء في الأشجار ومليء في الغطاء النباتي، ولكن التسحر في الوقت الحالي والرعي الجائر دمر هذه الأرض، فلا نرى إلا أرض جلداء خالية. طبعا هذا الوادي، هذه الجمال العربية ما زالت إلى يومنا هذا تختات من أشجار هذا الوادي، ألا وهو وادي البليدة. عاش الجمل
العربي ذو السنام الواحد في هذه الأرض من مئات السنوات ومن قديم الزمان، فهو سفينة الصحراء، وهو في كثرة وما زال في هذه الأرض إلى يومنا هذا، مهما أصبح من دهر في الأعلاف إلى أنه ما زال فهو بحق سفينة الصحراء. وكان أهل عين زرقاء اليمامة يستفيدون من هذا الجمل. الذي دفن عين زرقاء اليمامة وجود العواصف الرملية كما نشاهد، لا نكاد نرى الأرض، وهذا السبب الرئيسي في دفنها في الصحراء قبل أن يكتشفها رجال الآثار. وتكثر العواصف الرملية في مناطق نجد كما تشاهدون. كما كانت في السابق عين زرقاء اليمامة تكثر بها زراعة النخيل والأشجار، ولكنها بعدما أتتها المعركة لم يبقى بها شيء ودفنت في الرمال. حافظت على عين زرقاء اليمامة الجمل بعد الله سبحانه وتعالى في حليبها ولبنها. واحدة من جماعتنا جاء ابدا ما يجي فاضي. ها حرة شلون حليب؟